مع الاول مع الشيخ حسون رحمه الله شيخنا، لقينا في طلوع الفجر عند سي محمد الدردور رحمه الله يعيطولها بالفرنساويه لوفي دو لورور. تم وبديت نتعلم تما، وهو جانا مع سي عبد القادر التومي ثاني شيخنا ملاه. هذاك الوقت كنت نغني الا العصري، ما نغنيش الشيء نتاعنا اللي درك راني قايمين به. ما هذاك الوقت مازال ما دخلش لدماغي، محسوب ما فهمتش واش هو كلمه المألوف هذاك الوقت. ولكن من بعد كي سمعني غنيت العصري قال لي يا خساره صنعني هذا الصوت، لو كان ترجع للشيء نتاع باباك باش توصل للدرجة وتنجح. هذا هو الوقت اللي عرفت فيه شيخ. كل واحد كانت عنده حاجة خاصة به، المغني تلقاه شيخ في الحوزي، الآخر في المحجوز، الآخر في الزجول. وبديت مع الشايب رحمه الله في الحوزي، ومن بعد كي شافني سي حسون عند سي محمد الدردور قال لي لازمك تعد تجيني للفابريكا. كانت الفابريكا بكري تاع سي عمر بن شيكو رحمه الله. مالا في هذاك الوقت تعد نحضر عنده لتما. لتما جاب لي حتى الشيخ قاعد يقرني بالعربيه، كنت ما نعرفش العربيه، كنت نكتب بالفرنسيه وتعلمت العربيه وعدت نحفظ بالاخص المألوف سي حسونة. بالاخص في المألوف كان ينعتدي المألوف، وذاك الوقت الزجول كانوا واعرين علينا بزاف. وعندك سي حسونة كما يعاود لي الله يرحمه، يعاود لي على الشيوخ الاولين اللي تعلم من عندهم هما، كما الشيخ قواق، الشيخ جعيدر، الشيخ زميطو، وهادو الشيوخ الاولين القدم اللي كانوا في النمط نتاع الزجول. قبل ما يموت رحمه الله عندي بزاف ما شفتوش، ولكن سبحان الله تقول وحى على روحه اللي راح يموت. جاني الحانوت عندي قال لي عيط لي الرمول، انا عيط لي الكلمه هذه الرمول. هيا قال لي تجي تسهر معايا. وين؟ قال لي عند واحد السيد حبيبنا يقولوا له بولجاج. مالا ديما نصاروا مع الفياشيه. ومن بعد في الشهر هذاك حكم عليها رب العالمين، بعث لي هادو مع الفاميليا نتاعو، بعث لي النواظر نتاعو، قال لهم اعطيهم الحمطار، وهذا الشاش نتاعو، وهذه النسخه بعثها لي قبل ما يموت، قال لهم اديوها للحاج. هادو راني مستحفظ بهم كعينيه. نولي ولا الهضرة في الوقت اللي قلتي لي في شهر رمضان، منين عادي عيط لنا المغبون قبل ما يموت. مالا كنا نديروا الفياشية هذي، نسمعك منهم طرف من الفياشية. فسبحانه من حكيم عليم. ما زال لي ستره دائما، فسبحانه من حكيم عليم. ولا حول لي ولا قوة، ولا حول لي ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مني أشاع عليا أنا عبد المملوك، والأشياء مقضية لا في تحقيق شكوك. ربي نظر
ولا نظري متروك بالأرحام والأحشاء. الأرحام والأحشاء من لطفة صورني أنا ماني في إيش إيش عليا مني أنا ماني في إيش والخلق يرزقني. هذا الطرف من خطر ما هي طويلة بزاف تحكم واحد ساعتين. هنا عمي فيها بيت وصياح